ده صندوق مكافحة الإدمان أعلن تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، وكمان هيكون في إجراءات رادعة للي هيثبت تعطيل المواد المخدرة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر طبعا عن أهمية تكثيف مثل هذه الحملات. معانا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. يا اهلا استاذ مدحت، يعني لو في البدايه حضرتك تكلمنا اكتر عن اهميه تكثيف هذه الحملات في هذه الفتره تحديدا. خلينا اقول لحضرتك، يمكن احنا يعني مع بدايه العام الدراسي الحالي بدانا بالحقيقه نكثف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدره ما بين سائقي الحافلات المدرسيه، ويمكن احنا لما بدانا حملات الكشف على سائقي المدارس احنا بدانا من عام 2017، والحقيقة على مدار السنوات اللي فاتت حققت نجاحات كبيرة. يمكن لو نتذكر كان نسبة التعاطي ما بين سائقي المدارس عام 2017 كانت 12%، النهاردة وانا بكلم حضراتكم النسبة انخفضت إلى حوالي 0.5%، وبالتالي حققنا نجاحات كبيرة. حملات بتنزل بشكل مفاجئ على المدارس لتحليل لكافة السائقين العاملين بالمدرسة واللي هم بيقودوا السيارات لنقل أطفالنا من الطلاب، ويمكن الحقيقة كمان دي بتبقى من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأيضا بالتعاون مع وزارتي الصحة ووزارة التربية والتعليم، وبيتم إجراء التحاليل الطبية لكافة السائقين داخل المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأيضا إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. الحقيقة إحنا كمان أطلقنا خدمة في غاية الأهمية، وهي إتاحة الشكاوى وتلقي الشكاوى من أولياء الأمور من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023. بمجرد بس اشتباههم في تعاطي سائقي الأتوبيسات المدارس في المواد المخدرة ممكن ان هم يتصلوا بالخط الساخن وتنزل حمله مفاجاه في اليوم التالي الى مقر المدرسه، وبرضه تحليل للسائقين ومن يثبت تعاطيه بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. ايضا الحقيقه في بعض العلامات يعني اللي ممكن تشير الى تعاطي السائق للمواد المخدره واللي ممكن من خلالها ان هو يقوم ولي الامر بالاتصال ب الخط الداخل لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. من ضمن يعني بعض العلامات اللي ممكن تشير الى تعاطي السائق زي احمرار العين، عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه، الحديث بعصبيه او ببطء مبالغ فيه، ايضا كمان ممكن السير بسرعه كبيره او ببطء شديد، كلها بعض العلامات اللي ممكن تشير الى ان السائق بيتعاطى مواد مخدره. ومجرد ما بنتلقى اي شكاوى من اولياء الامور الحقيقه بتنزل حمله مفاجاه يعني من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجهات المعنية وتحليل لكافة السائقين داخل المدارس. طيب حضرتك بتقول إن بيحصل التحليل ده للسائقين العاملين في المدرسة، فكرة إنه مش كل المدارس بتمتلك الحافلات بتاعتها، بتبقى في حافلات كتير مؤجرة من شركات خاصة بالأوتوبيس، وفي بعض المدارس أو بعض أولياء الأمور بيشتركوا لأولادهم في دورات مدارس غير تابعة أصلا للمدرسة، هل برضو بيتم الكشف عن السائقين اللي بتبقى موجودة في الدورات دي والإشراف؟ يعني إحنا ليه بس بنكشف على السائقين، مع المشرفين والمشرفات اللي موجودين احنا كمان محتاجين نطمن على انهم تمام وفي كامل وعيهم وهم بيشرفوا على اولادنا؟ اولا احيي حضرتك على السؤال ده لان هو في غايه الاهميه. احنا بالفعل بنكشف على كافه السائقين سواء اللي هم معينين داخل المدارس وبينقلوا ولادنا من خلال الباصات الخاصه بالمدرسه، او حتى كمان السائقين اللي هم بيستقلوا اي حافلات بتنقل طلابنا سواء المدارس او حتى الجامعات او حتى المعاهد العليا. فيما يتعلق ايضا بالموظفين بيتم الكشف عليهم، واحنا الحقيقه عندنا قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها اللي هو فيما يعرف بقانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات، وده خاص بالعاملين في الجهات الاداري للدوله، وايضا كمان ذات النفع العام اللي هو بيتم الكشف على كافه العاملين بما فيهم العاملين في المدارس وايضا كافه المؤسسات ذات النفع العام. وايضا الحقيقه القانون منذ تطبيقه في بدايه يناير 2022 حقق نجاحات كبيره، ويمكن الحقيقه احنا لما بدانا حتى الكشف على العاملين في الجهاز الاداري للدوله
بدأناها في عام 2019 ومستمرين حتى الآن، والحقيقة حققت برضو نجاحات كبيرة في انخفاض نسبة التعاطي بشكل كبير عظيم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، اللي كانت 8% عام 2019 النهاردة بقت حوالي أقل من 1% ده بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. أما نسبة التعاطي ما بين سائقي الحفلات المدرسية كانت الحقيقة 12% عام 2017 وكانت نسبة مخيفة، النهاردة وأنا بكلم حضراتكم انخفضت إلى أقل من 1% وبالتحديد حوالي 0.5%، وده بسبب تكثيف حملات الكشف سواء على العاملين في الجهاز الدولة أو أيضا على سائقي الحفلات المدرسية. الحقيقة بالتوازي يعني بالكشف على سائقي المدارس، احنا ايضا بننفذ اكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم لرفع وعي الطلاب في المدارس خاصه المرحله الاعداديه والثانويه ب يعني خطوره تعاطي المواد المخدره، ويمكن احنا بدانا على مدار العامين اللي فاتوا في تنفيذ هذا البرنامج ومستمرين ان شاء الله خلال العام الدراسي الحالي. بيتميز هذا البرنامج التوعوي ان هو بيبث فيديوهات توعويه مرئيه بتحكي رحله التعاطي وتبرز الاضرار النفسيه والصحيه اللي بيتعرض لها المتعاطي للمواد المخدره، وبالتالي بترفع وعي ولادنا وطلابنا بخطوره تعاطي المواد المخدره. استاذ مدحت اذا سمحت لي، انا ما اعرفش هو ده موجود ولا لا، يعني ليه ما يكونش مثلا من ضمن اجراءات التعيين في المدارس بالنسبه لسائقي الحافلات المعينين في المدارس او حتى في الشركات الخاصه اللي كانت منا بتتكلم عنهم دلوقتي، ان يكون من ضمن اجراءات التعيين ان يكون عامل تحليل المخدرات؟ وطبعا احنا عارفين انه نسبه وجود المخدر في جسم الانسان بتقعد فتره على ما اعتقد شهرين تقريبا، ففي بعض الناس ممكن تتحايل على هذا الامر فتثبت في البدايه طبعا ان هو ما بيتعاطاش المخدرات، وبعد فتره من الوقت يرجع تاني، فبيكون في متابعه ليهم بحيث ان يكون عندي مثلا قاعده بيانات فيها اسماء جميع السائقين اللي بيشتغلوا على حافلات المدارس، بما اننا بنتكلم طبعا عن حافلات المدارس، يكون عندنا قاعده بيانات مكتوب فيها اسم جميع السائقين، وكل سائق هيدخل الشركه او هيدخل المدرسه يكون اسمه موجود، بحيث ان هو من البدايه زي ما قلنا في من ضمن اجراءات التعيين فهو فعلا لا يتعاطى المخدرات، وبعد فتره بيكون في متابعه دوريه. بالفعل يا فندم، قانون شغل الوظائف او الاستقرار فيها هو كمان يا فندم بيشترط يعني سواء في التعاقد او في التعيينات الجديده ان يتم اجراء تحليل كشف على العاملين في الجهاز الاداري للدوله او ذات النفع العام سواء في المدارس او مش بس كمان في حاله يعني التعيين، ولكن حتى في حاله الترقيه، في حاله الندب، في حاله النقل، لازم يتم اجراء الكشف اللي هو خاص بتحليل المخدرات. فيما يتعلق بالنسبه ان هو في اجراء الكشف ان هو ممكن يكون عامل يعني كل الاحتياطات خلال الكشف ان هو يبقى رايح قبل ما يتعاطى المواد المخدره، عشان كده القانون كمان يعني بيستمر في من خلال اليات التطبيق ان هو بننزل بحملات مفاجاه وبشكل مستمر، وبالتالي ما يميز هذه الحملات ان هي بتنزل بشكل مفاجئ سواء على العاملين في الجهاز الاداري للدوله او حتى العاملين في المدارس او حتى سائقي الحفلات المدرسيه، وبالتالي الحملات بتنزل بشكل مفاجئ، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدره هنا بيطبق القانون والفصل من الوظيفه. وايضا كمان بالنسبه فيما يتعلق بسائقي الحفلات المدرسيه وفقا لقانون المرور بيتم ايضا كمان احالته الى النيابه العامه بتهمه القياده تحت تاثير المخدر. الحقيقه كمان بالتوازي مع تطبيق قانون فصل الموظف المقاعات المخدرات، الدولة بتمد ايديها من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ان اي سائق او اي موظف في الجهاز الاداري للدولة عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة، بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفطرية تامة ولن يقع تحت طائلة طالما هو اللي بادر بالابلاغ، بشرط ان هو يبادر من تلقاء نفسه ان هو عايز يتقدم للعلاج. اما في حاله توجه اللجنه الى مقر عمله ويتم الكشف على الموظف او السائق ويتبين انه يباشر عمله تحت تاثير المخدر، هنا بيقع طبعا ويتم تطبيق القانون وعقوبه الفصل من العمل. كل شكر ليك يا فندم الاستاذ مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، شكرا جزيلا يا فندم.